احكي لها قصه الدواء بتاعتك. بتاخد معايا دواء، بتاخد معايا دواء بتاع شهر على الشروح اللي احنا بنفتح شهر. الدواء بتاع الصبح خلص، رحت حللت في المستشفى، التحليل طلع 360، التحليل طلع السكر 360. قلت له يا عم المره ده حللت لي، قلت له يا كابتن التحليل 360 انا عاوز العلاج بتاعك. قال لي ما تحكي جاب له شوت بروفين، جاب له السكر شوت بروفين، والله والله ده بقول لك شوت بروفين وشريط بتاع دماغ. قلت له دي بروفين ودي شريط بتاع دماغ، باخد البرشام ده ازاي يا عم السكر؟ قال لي والله ما تحكي يا زول، ما تحكيش يا زول، هو ده العلاج الموجود، تاخده تاخده ما تاخدوش انت حر. المستشفى تكتب العلاج حرام، تحلل وتكتب العلاج، اطلع معاه في العربية يجيب لك شوت بروفين وشوت دماغ، واحدة الصبح واحدة اخر النهار، فين العلاج؟ هو ده اللي هتاخده. وكنا هناك بنرقص 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 لما عرفوا كنا عشان كاتش السويس في مصر، لما دخلنا مصر عرفنا اللي الرئيس هيفتح القناة، بقى نرقص ولا يهمنا أي حاجة، فرحانين بجد، كنا فرحانين كلنا عشان دخلنا مصر، مش خلينا دخلنا مصر كلنا. وفرحتنا برضه بفتح قناة السويس وفرحة الشعب كله، دي الفرحة ما تكملش، كاملة 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 كاملة. خليكم نقدم معانا أجدع فرحة وفرحة كاتش السويس. مش أنا عشان البيت مش قد يعني. لا يا باشا والله فرحتنا بكم برضه.